لأول مرة في التاريخ جماهير المونديال تزور المساجد، تسمع الأذان 5 مرات. تتعرف على الإسلام بست لغات. بتسمع القرآن 47 لغة. دخولهم إلى المساجد كان بإرادتهم، تجربتهم للملابس والحجاب يخلق أجواء إيجابية مع المتطوعين اللي يجاوبون على كل أسئلتهم، واللي تنتهي بالعادة بابتسامة ثم صورة تذكارية تخلد اللحظة. المونديال في بلد عربي إسلامي كان فرصة لاكتشاف حقيقة الإسلام، فرصة لمعرفة هذا الدين وتعاليمه بعيد عن الصورة اللي رسمت له في بعض وسائل الإعلام الغربية.